بس انا يوميها اكتشفت حاجه غريبه، يعني الساعه 1 بالليل اكتشفت يعني هنكتب بقى النوته بتاعه الاغنيه، هنبعت نجيب حد يكتب النوته، استاذ بيكتب نوته. فجاء الساعه 1 او الساعه 2 الصبح موسيقار كبير جدا، اكتشفت انه كان استاذي في المدرسه بيعلم لنا موسيقى. صلاح زي مش هتعوض يعني. لا كان راجل جميل جدا وصديق عزيز قوي عليا، بفتقده كثيرا يعني. الأستاذ حسين طبعاً عنده رؤية فكرية راقية جداً ومتميزة، وأثنى كل خير على صلاح شاهين، وهو كان من الناس المحببة إلى الشعب، وهي بتبين مدى قوة الشعب. سعداء جداً أصلاً إحنا نشوف الفنان الكبير حسين فهمي، وكانت عن أعماله مع الكاتب صلاح شاهين، وفكرنا طبعا بكل الافلام الجميله اللي احنا بنحبها، وساعدنا جدا طبعا بحضورنا في الندوه يعني، وبنحب المعرض اصلا، احنا دايما بنحضر على طول كل سنه يعني. لا بصراحه هو كلامه عجبني قوي، هو انا بتمنى اللي انا اشوفه من زمان، فجت صدفه اللي انا جيت النهارده في اليوم اللي هو جه فيه، ففرحانه جدا وعجبني كلامه جدا وحبه لمصر، وقال شعر عجبني جدا واتكلم عن صلاح شاهين، وتقريبا علاقتهم قويه جدا. كلامه في المجمل هو كان بيتكلم بيقولك احنا مفتقدين الرومانسيه، مفتقدين اعمال صلاح شاهين، بقى كل الاعمال عندنا بقت كلها حروب، بقت كلها خناقات، مفيش حاجه انت بتعمليها النهارده تحس فيها انه عمل هداف لدرجه ان انت تبقي قاعده وانت مستمتعه وتتفرجي عليه.